عسلامة مدام. عسلامة مسموزة. علاش اليوم ولينا نشوفوا المظهر وهندام التلميذ في المدرسة يثير الجدل؟ من الفقر، هذاك المجتمع اللي عنده يخزروا له، ما عندوش ما يخزروا لهش، ديما محقوق. معناها كي نشوفوا واحد لبس لبسة مزيانة وغالية وسكدو غالية وماركة، سينو نحقروه. اي قد ما عندوش ما تخزرلوش، علاش تخزل؟ مظهره مش لايق، علاش تخزل؟ والاخر يبدا لابسه وزين وصبادري مزيان وكرتابله مزيان، العينين الكل عليه. معناها ولينا نحكموا على عبيد من مظهر. اي الدنيا كلها مظاهر تو، حتى في الموت فما مظاهر تو. كيفاش؟ الغني يمشي والفقير يمشي له اثنين ثلاثه، يدفنهم جبانه ويروح. ما يخسروش عليه نهايرين ثلاثه زاد. نهاير وتصبح على خير. معناها الموت ماهيش ما يقيسوهاش بمحبة الإنسان حتى حد ما يقيس حد بمحبة. يقيسك شو عندك، فاش تلبس، فاش تاكل، وين تسكن. هكا هاو. قال المصري اللي ما عندوش ما يلزموش. علاش وصلنا هكا؟ هذيك هي المجتمع، هذيك هي الدنيا. كان الدنيا كان الفقير خير من الغني، توا بالعكس. الفقير حتى حد ما يخزر له، حتى بشر يموت تحت حيط ما يهمه في حد. ترى اغزر انت واحده تطلب يتلبس حد، واغزر واحده لابسه روبة قصيره تطول عيني الكل عليه. هذاك هو احنا فاش نعيش في تونس، والله بالحق. هذه هي عيش تونس. انت معناها صاروا لك حكايات كيما هكا؟ شفت قدامك حاجات هكا؟ انا عشت فيه الشيء هذا، مش صار، انا عشت فيه. خاطرني زوالي، يا راجلي زوالي، صغاري برشا، كنت ما عنديش، والتوا ما عنديش. معناها أبسط الحاجات يخزرولك فيها، أما بقيتها ما حتى باش يكلموك يسخفوا عليك، راه مش قدر فيه، يسخفوا عليك. معناها كل يشفقوا عليك، شفقة مش حب. فما الحب مع الفوق، مع اللي عنده. معناها صار به، أنت عندك صغار قديش؟ عندي 6 صغار، 4 ولد وزوز بنات. معناها صارت لهم هكا مشاكل متاع إحراج وتنمر في المدرسة؟ هاي صارت لهم. أنا عندي بنتي كانت تقرأ، هي صغيرة، عندنا بنت جارتنا بالحق راه مرة خذت الشهادة ووصلت خبشت لها رقبتها، أقسم بالله، وحلت لها عينها. كي قالوا علاش، قالت لهم متعاش هي الزوالية تاخذ شهادة وأنا اللي عندي الفلوس ما ناخذش. بالحق التوا صاير هذايا. الشهادة ماهيش مربوطة بالفلوس. هي خاطر مديتها خير من بنتي، معناها خزرت لها اللي هي معناها وضعيتها تحت الصفر، كيفاش هي تاخذ شهاده والاخرى عندها معناها دارها وكل دارهم ولبس عليهم وتاخذ شهاده. معناها وهما صغار ما يجيوكش هكا يقولوا لك نحب نشري سكدو كيما صاحبتي والا لبسه كيما صاحبتي؟ اي انا ولدي خرج حرق على خاطر الوضع هذايا، خاطر ولاد خالته في الخارج ولاد خالته الاخرين لبس عليهم، هز روحه وحرق. الثاني نفس الحكايه، يخدم سرح هز روحه وحرق. الثالث هو مش يحرق، مناش من الفقر، فقري. وانت كنت تعرف اللي هما باش يحرقوا ولا لا؟ انا كنت ضد هالحرق. نتصور اي ام ضد الحرق. اي ما توك يحرقوا يوصلوا، خلي يعيشوا لبر، خاطر انا مازلت عندي حاجه برك في تونس، هذيك معناها يهزوها اخواتها ما نقعدش انا في تونس. ربي يفضلها لك يعيشك. وكي سمعت معناها بولادك حرقوا، شنو هي كانت ردة فعلك؟ بكيت ومن بعد طلبت مع عليهم ربي وقلت ربي معاهم. معناها انت وصلك الاخبار بعد ما هما سافروا؟ اي نهار ثالث نهار ولدي الكبير سمعت بيه حرق، اما في بالي بيه باش يحرق، وتوا لبس عليه معناها مديته. اي الحمد لله. لهنا كان في تونس ما يخدمش، ما عنده حتى امل، حتى شيء. احنا لتو معنا شيء راه. انت تخدم ولا؟ كنت نخدم في الديار من 2000 و شنو هو اسن عام 97، خدمت في الديار ل 2017 وانا نخدم في الديار. احكي لنا على خدمه الديار، كيفاش تكون علاقتك بالعرف ولا بالعرفه؟ والله اللي خدمت معاهم اني كل يحترموني وانا نحترم روحي، انا قبل ما هما يوصلوا يحترموني انا نحترم روحي. اما اكبر ذل في الحياه خدمه الديار. اني هو نوع من الذل اللي تعرضت له؟ اللي انت مثلا تبدا هي قاعده وانت تغسل لها البشره، هي قاعده وانت تمد لها قهوه،
هي قاعده وجهها ضيف مثلا تقول لك مد له مثلا يفطر ولا يتعشى ولا طيب له قهوه، ولا هي قاعده وانت تمسح لها القاع. وفما طلبات غير معقوله ولا ليه؟ لا، اللي خدمت معاهم اني مستحيل، معناها نعيش في وسطهم كيني منهم، اما ديما نحسوا الاحساس هذاك، ديما المذله ذيك دي، خاطر مش كفي دارك، مش كفي صغارك، مش كفي امك، مش كفي دبشك، معناها مفروض عليك ريت تخرج الصباح يتفرض عليك باش تمسح لهذيك تسيق لها تغسل دبشها تغسل دبش صغارها تمسح لها القاع، اكبر ذل بالحق راهو اكبر ذل. كانوا اولادك رافضينها الخدمه نتاعك ولا لا؟ خاطر هما ملي كبروا يلقوني نخدم في الديار، كان كي كبرت تو خاطر صحتي طاح. بيك يطلبوا منك حاجه باش تشريها لهم وكي تبدا ما عندك شي يفهموك ولا لا؟ يفهموني وما يحاولوش معايا كلي كبش وصي، خاطر ربيتهم اليوم عندي 10,000 نصرفها، غدوة عندي 100 نصرفها، غدوة ما عنديش ناكلوا اللي يجي. ربيتهم على القناعة؟ اي، اما ديما عندي حاجة في قلبي، مثلا كي نخزر لهم ناقصين انا نمرض قبلهم هم، والله التوا حاجات نتفكرهم كيفاش عاشوا صغاري نقول مصاب ما جبتهمش ولا مصاب اني مت وما ريتوش الوضع هذاك، خاطر صعيب راه. مثلا صعيب الصغير يقول لك شري لي كعبه كلاص. معناها ابسط الحاجات هذه. اي هي، وصلت ابسط حاجات ما نشريهاش. انا وصلت ولادي مثلا يبداو يقراوا نمشي للمدير معناها نعمر له ورقه باش يعطيني ادوات ولادي. خاطر ما عنديش، خاطر بوه معناها زوالي. والحمد لله. الحمد لله. بيه ولادك اللي يسافروا يعاونوا فيك ولا؟ اي شوي، مازالوا هما راهم مش واصحين، جوز ما عندهمش اوراق. مازالوا اي، عندي الولاد عنده شهرين والاخر عنده 3 سنين. هوني هوني ولدك حرق. اي اي، الثاني تو حرق والاخر عنده 3 سنين. اما انا قلت لهم ما تروحوش تونس. والا روحوا ما تعملوش حتى شيء في تونس. اعمل بروجي غادي. انت قلت لي ما تحبهمش يهزوا بنتك الصغيره؟ بالعكس تحبهم يهزوا. امنيتي بنتي ذيك تمشي، خاطر انا نولي ما عندي حتى مشكل في تونس، خاطر نحبها تمشي وترى دنيا اخرى وتعيش وتلبس وتاكل، واللي ما راتوش هنا تراها غادي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نموتش الا مراهم كلها تبلغ. لطفه عليك بعد عمر طويل، ان شاء الله تفرح بها. يعيشك.